ردد على من حدد زكاة الفطر 13 جنيه وخالف السنة، فالصواب إخراج الزكاة الطعام. أما تقدير 13 جنيه ما أدري على أي أساس فعلها. 3 كيلو رز، الرز الكيلو مش بأربعة جنيه، الرز الآن المتوسط الكيلو عند الناس بسبعة جنيه. الرز الآن متوسط عند الناس في مصر بسبع جنيهات، ونحن نقول إن رأي الجمهور عدم إخراجها، إن رأي الجمهور عدم إخراجها مالا. ما أدري هل بنى على الشعير؟ الشعير ليس من أقوات أهل البلاد الآن. ما أدري كم كيلو الشعير، ما أدري لماذا قال ذلك. يعني جاب أرض أنواع الرز، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فنرجو من المسؤولين عن الفتوى في الأزهر الذين عمموا وصدروا، إن كان ثبت ذلك عنهم، عمموا وصدروا أن قيمة زكاة الفطر 16 جنيهات، مع اعتقادي أنهم خالفوا السنة في تحديدها بمال، مع أنهم خالفوا السنة، لكن أيضا نريد أن نعرف وجهتهم إذا رأوا رأي الأحناف في إخراج القيمة وهي 13 جنيهات، من أي يعني ما توصيفهم لذلك، ما تخريجهم لهذا العمل، ما تخريج المسؤولين عن الفتوى في الأزهر لقولهم أن الزكاة 13 جنيها أو 13 جنيهات.